تحية تجوب فيفيا وثنايا، تحية هنا من تل إفاس بأرق العبير وأطيب الهدايا، تحية إلى كل متابعي قناة الأولى. هذه المبادرة الخيرية الرائعة الراقية هنا مع مجموعة من الجمعيات من أجل التكفل ومعاينة أبناء المنطقة. الجمعيتين يساهمن في الخدمتين، يعني الخدمتين العالية التمليح، يعني سواء الطباني لي فارماسي تسمى تمدن الدواء للطبان، يعني تسمى دواين خدمه لا فيزيتي المواطنين. دونك اشراو كويس اسدينا، بارك الله فيكم وكل عين ربي. كذلك زايد من ساعة ثانية سينا زهاننا الوشول نغدينا ودينا، بارك الله فيكم ثانية سليمان الوشول خدم الخدمة النون، وبارك الله فيكم، أعطيكم صحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا المنظمة الوطنية للولاء للوطن، درنا المبادرة هذه تاع القافلة الطبية من أجل يعني تقريب الصحة للمواطن، وخاصة في هذه الأحياء اللي بعيد عليها الصحة. إن شاء الله نتمنى وتكون هذه عادة يعني تتكرر دائما، وإحنا إن شاء الله نقبل على أعمال خيرية إن شاء الله أخرى إن شاء الله، بالإضافة إلى عمل يعني ترفيهي للأطفال من أجل خلق جو عام للأعمال. وشكرا. يجلل استسفاء جامعي في جراحة الأطفال. سعدت وسررت بهذه المبادرة التي إن دلت على شيء تدل على أن هنالك روح تضامن والتكافل بين المجتمع في أفراد المجتمع الجزائري. هي مبادرة تستدعي الإشادة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن من جاءوا من المناطق النائية لنتمكن من تشخيص بعض الأمراض، وخاصة التكفل بهم. الهدف من هذه المبادرة هي تقريب الهوة من المواطن البعيد عن المستشفى، هذه من جهة. من جهة ثانية التكفل الأمثل ببعض الأمراض التي يمكن أن تكون غير متكفل بها وحتى غير مشخصة. المبادرة الثانية هي فتح أبواب للناس للكفاءات أو الأطباء للمساهمة والمشاركة والاستمرارية، لأن مبادرة إن لم تستمر فهذا ليس لها معنى وليس لها وزن. فشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة من بعيد ومن قريب، وأمنيتنا أن يكون هنالك مجتمع ذو تغطية طبية وذو تقريبا مجتمع سليم. كامل نشكر المنظمة الوطنية للجزائرية الولاء للوطن بالتعاون مع جمعية تيغلم تسنين المبادرة والتحدي بلدية تلة إيفاسن على هذه المبادرة في قافلة طبية لصالح بلدية بوكلان، فيها كل الاختصاصات المتعددة منها القابلات اللي راح يديروا تحسيس لسرطان الثدي وحبوب منع الحمل، تحسيس لهما. عندنا أطباء عامين وطب عام جراحة، طب أطفال، طب ثاني كذلك جراحة أطفال، جراحة أسنان وطب النساء. هذه هي الاختصاصات اللي راح اليوم جينا بها لهذه لصالح هذه البلدية. نتمنى تكون مبادرة مش الأولى ومش الأخيرة. نشكر رئيس البلدية لمدنا هذه التصريح بهذه التظاهرة، وكل من شارك لإنجاح هذه المبادرة. إن شاء الله يكمل هذا الشيء هذا، يعني ما إن شاء الله بلك نتم إن شاء الله بلك بكل عام إن شاء الله تكون هذه المبادرة، وهذا اللي داروا الشيء هذا ربي إن شاء الله يعيشهم، وربي إن شاء الله يحلهم البيبان خير إن شاء الله.
والشعب الجزائري كامل، ماهوش يعني غير ولاد عمر، لازم نكملوا على الجزائر كامله. وتبارك الله فيكم والله يجازيكم بالخير. وهذه مبادره راهي فيها لا 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 حتى حطوها تاريخ، فهمت؟ هذه تاريخ. واحد مسكين بالك ما عندوش باه يداوي، يجي لهنا يداوي، فهمت؟ واحد بالك ما يقدرش مامبا باش يكري الطوموبيل يروح للسبيطار ما عندوش، ها هو الحق قدام الدار. والله يبارك، واش نقول لكم، وربي يعاونكم وربي يجيب الخير. السلام عليكم، معكم وارد شيكو. إذا القافلة تاعنا انطلقناها بالجمعة إن شاء الله، وجينا باش نفرحوا الأطفال تاعنا، ونشكروا كامل الأطباء وكامل اللي شاركوا معنا. يلا شكرا، وخليكم في المشاهد تاع الأطفال، وخليوها سوربريز. يلا إلى اللقاء، شكرا.